في المية من اللي عندك؟ لا انا يعني انا بتوقع يعني انا عارف انا قدمت مع المصري كتير وهذا اللي وصلني لبيراميدز. اعتقد ان لسه عندي الكتير. مفاوضاتك مع بيراميدز كانت سهله؟ اه. مين اللي تفاوض معاه؟ كانوا جاهزين. هم تفاوضوا مع وكيلي مع كابتن وسايد، وكانت مفاوضات سهله يعني. هم جابوا العرض جاهز، اختلفنا في بعض الارقام، في الاخر اتفقنا وتم الموضوع، تم بسهوله يعني. كانت خطوه تحقق لك وتشبع لك طموحاتك؟ اه، في الفتره هاي كان لازم ان انا انتقل اروح لفريق اكبر وطموح اكبر. مين اللي انت بتنافسه في الدوري المصري في مركز المهاجم؟ يعني تقول ده احسن، لا انا هنا افرق. شوفوا دلوقتي يعني بصراحه في عدد كبير من المهاجمين المميزين في الدوري. زي مين؟ دلوقتي يعني احنا شريف هداف الدوري يعني. خلينا من غير ما نحكي، هو هداف الدوري من غير ما نحكي يعني. مش عارف مين كمان. يعني في الزمالك بصراحه يعني مصطفى محمد، لكن لحد الان مروان في السنة اللي فاتت أو سيف، ما بعتقد إن هم أدوا اللي لازم مطلوب منهم يعني. ما وصلوا، خلينا نقول إنهم ما وصلوش لل أنا عارف ما أتكلم على السنة اللي فاتت، ما وصلوش للفورمة اللي المفروض يوصلوا لها. يعني حتى الآن ما أنا شايف إن هو شريف يعني هو متصدر في الموضوعات في الدوري المصري. لكن أنا أتكلم كمهاجمين مصريين، أنا كنت يعني من أشد المعجبين بمصطفى. مصطفى محمد كان لعيب، كان فارم يعني. ايه النادي لو وادي راحه من زمان يعني، او من اول ما جه بعد المصري، كنت تبقى هداف الدوري مستريح؟ شوف، في الفتره اللي مشي فيها مصطفى محمد من نادي الزمالك، اعتقد كان المكان هذا فاضي. المكان هذا كان فاضي. كان في تخيلي ان انا لو مش في بيراميدز، انا مش في بيراميدز، تخيلي كان المكان هذا في 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 ظل العدد اللي موجوده. ونادي الزمالك كان السنه اللي فاتت بصراحه كان يعني خلينا نحكي بلغه الكره، كان فايق، كانوا فايقين. كان ممكن ان انا اخد هداف دوري.